أهلا بكم من مدينة دهب بسيناء. آخر أخبار جزيرة طيران وصنافير الموضوع اللي الشعب المصري شبه انساه، واللي زاد فيه اللغط الكبير هل هي مصرية ولا سعودية، والناس من كتر ثقتها في السيسي المؤيدين يعني طلعوا بكلام كتير على الفيس، القوات المصرية تحتل الجزيرة، ومش عارف قوات الكوماندوز مش عارف ايه، والبحرية بتسيطر على ايه، وكأن الجزيرة لم تكن مصرية من قبل. الوضع الحالي اللي على الجزيرة ان في كتيبة مصرية موجودة على الجزيرة لحمايتها في انتظار القرار السياسي وإقرار الاتفاقية من مجلس الشعب لمغادرتها. شاهدت بأم عيني طائرة من طائرات اليو ان بدل ما تطير من على الجزيرة وتيجي على ساحل سيناء اتجهت إلى الساحل السعودي واختفت هناك لبعض الوقت، مما يعني أن بدأ في ترتيبات بين القوات اليو ان والسعودية. عشش الصيادين المصريين المقيمين على الجزيرة تم حرقها، مراكب الصيادين تم إجبار الصيادين على سحب مراكبهم من على الجزر، ولم يسمح لهم حتى بأن هم يحطوا المراكب على جزر شرم الشيخ، بل أتت إلى دهب في وادي جنين حسب ما قالوا بعض البدو. البدو ممتعضين جدا، البدو بيقولوا ان الجزر دي مصرية واحنا ابائنا وجدودنا خدونا هناك نصطاد وجدودنا مدفونين هناك من 150 سنة. هل تم اخذ رأي البدو كما تم اخذ رأي مفيد شهاب وباقي المطبلطية؟ هل وجود الجزيرة تحت السيادة السعودية بيزيد منظومة الأمن القومي العربي ويقوي منظومة الأمن القومي المصري ولا ضدها؟ هل التنازل عن الجزيرة اللي بيدي إسرائيل أكبر هدية خدتها من وعد بولفور حتى الآن يتم في إطار شرق أوسط جديد إسرائيل فيه بتكون حليفة لضرب إيران؟ أسئلة محتاجة إجابة، انتظروني في الفيديو القادم. شكراً.